نسعى ونتصرف نيابة عن جميع الأمريكيين. إذن نيفادا بشكل أكيد في هذه الانتخابات سنواجه سؤالاً، وهذا السؤال يقول: ما هو ذلك الوطن الذي نسعى إلى أن نعيش فيه؟ هل نعيش في وطن يعيش على الخوف والكراهية، أم نعيش في مجتمع يتسم بالرحمة والتعاطف وحكم القانون؟ وجمال ديمقراطيتنا، ينبغي أن نفكر في جمال ديمقراطيتنا، هو أن كل شخص يكون لديه القوة، كل شخص يكون لديه القوة على أن يجيب على هذا السؤال. فالقوة مع الشعب، القوة مع الشعب، القوة مع الشعب. إذن سيحسم هذا الأمر في خلال 87 يوماً من الآن، حين نطرق الأبواب وندلي بأصواتنا ويدلي كل منا بصوته، منطلقين من هنا من نيفادا. نحن جميعاً نؤمن في الحرية، فهل نحن حقاً نؤمن بحريتنا؟ وهل نحن حقيقة نؤمن بالديمقراطية؟ وهل نحن نؤمن حقاً نؤمن بالوعد الأمريكي؟ نحن نسعى جميعاً إلى أن نفوز في هذه الانتخابات متآزرين متحدين. كان هذا